شكرا للزميل هشام الخرصي، شكرا لضيوفك الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام، متابعي قنوات بين سبورتس في كل مكان، مرحبا بكم في قمة مباريات الجولة 26 من منافسات الكالتشيو هنا في هذه المواجهة وفي الملعب الأولمبيكو، في ملعب يتسع لسبعين ألف متفرج، لكن الحضور ليس بذلك الرقم الكبير، والملعب ليس بالملعب الممتلئ. لربما هنالك بعض الكلام حول عدم الرضا الذي ياتي من قبل جماهير نادي روما خلال الفتره وامامهم اللاعب اللي عند الكره الان كوتروني اللي يلعب العرضيه الماضيه طالت تحولت الى خارج اليمين، الايطالي الوحيد الموجود في التشكيله، كره بتسديده تاتي ودونا روما يتصدى دونا روما لمحاوله الاخر اللي هو اوندر، راسيه من ستروتمان تهيات عن طريق اللاعب بيروتي، سدد كره الى خارج ارضيه الملعب والمحاولة حكم فيها كما يريد إلا مع توتي وإبعاد عدد من جديد لمصلحة ميلان عن طريق بونافنتورا يسدد متألق متبع مباريات من دون خسارة اليوم، بيروتي من أجل التسجيل سدد في الجهة اليمنى إلى من؟ إلى كرة عرضية ملعوبة في منطقة الجزاء، إلى الظهير الأيمن منه أمامية ملعوبة اللقطة الماضية عن مساندة بكل تأكيد، يبحث عن تمريرا إلى كوتروني لكن اليمنى تأتي عن طريق اللاعب سوسو على اسبانيا تقدم عرضية، أن يتواجه لاعبين من تركيا في وجه لوجه في منافسات بطولة الدوري الإيطالي لكم. مين يعرفه؟ كرة فيها محاولة ملعوبة لمصلحة روما في منطقة الجزاء خطيرة جدا، كرة بمحاولة تأتي وتسديده من باتريك تشيك، لكن القرار بعد ذلك يبدو بوجود التسلل، روف محاولة الوصول إلى بيروتي، عرضية من الأرجنتيني اصطدمت في كالابريا بالمحاولة الماضية لكرة لمصلحة روما وتسديدة القائد تشالهانوغلو في منطقة الجزاء يمر، لكن التغطية تأتي وبشكل سريع يعود نايجولان في اللقطة السيئة مرة أخرى، العرضية من الإيفواري في منطقة الجزاء لكن لمصلحة الميلان، محاولة تأتي برونو بيريز يتدخل في اللحظة الأخيرة ويمنع الكرة الماضية من الوصول بالشكل السليم إلى تشالهانوغلو، بعد ذلك شكرا لي الزميل هشام هجومي قدم روما من أجل التعديل، كرة فيها تسديدة باتريك تشيك على المرتدات، كيسيا يسدد يا الله بقدم هذا الإيفواري، كرة عند تشالهانوغلو سدد التركي لكن كرته مرت بجوار القائم وصلت بعد ذلك وصلت إلى من؟ بونافنتورا، ولا فيها مرور يأتي بشكل مثالي جدا في مرة أولى، في مرة ثانية تأتي الدقائق الأخيرة، كرة ملعوبة في منطقة الجزاء خطيرة، قنوات بي ان سبورتس، كرة بمحاولة تأتي من أوندر، عرضية لقطة الماضية لا نعلم أمامية، بونا 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 أوهو أبعدت من أمام كالينيتش اليوم من أساسه، الكرة فيها محاولة ملعوبة لوجود فيها للتسلل، جول جول جول